السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح حذف أو إزالة الدائرة التي تظهر تحت اللاعب في لعبة إي فوتبول بيس 2022. وطبعا هذه الدائرة تظهر عند اللاعب لاعب أي مباراة، سوف تظهر تلك الدائرة تحت اللاعبين، وهذه الدائرة قد تزعج العديد من مستخدمين أو من عشاق هذه اللعبة، ولهذا يوجد بعض الأشخاص يريدون حذف أو إزالة هذه الدائرة التي تظهر تحت اللاعب، ولكن لا يعرفون طريقة إزالة الدائرة. ولهذا في هذا الفيديو سوف نريكم طريقة إزالة هذه الدائرة التي تظهر تحت اللاعب أثناء لعب المباراة، فقط من الإعدادات الخاصة بالمباراة أو اللعبة وبدون استخدام أي برامج، والطريقة بسيطة جدا، وسوف نشرح لكم بالصور طريقة إزالة هذه الدائرة، وأيضا سوف نريكم بالصور كيف كانت الدائرة موجودة من قبل، وأيضا كيف أصبحت الدائرة لا تظهر بعد عمل هذه الخطوة التي سوف نذكرها الآن في الفيديو لكيفية إزالة الدائرة التي تظهر تحت اللاعب. ولكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع، لا تنسوا دعم القناة لأننا نتعب كثيرا على هذه القناة، وأيضا أي شخص اشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس التنبيهات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون أولا بالذهاب لهذه المدونة، سوف تجدون رابط التدوين أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقومون بالذهاب إلى الأسفل، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع، أيضا بعض المعلومات أو مقالة حول هذه المشكلة أو هذا الموضوع، أيضا صور توضيحية لطريقة إزالة الدائرة من تحت اللاعبين كما ترون بهذه الخطوة الموجودة داخل الصور. تقومون باتباع وتطبيق نفس الخطوات الموجودة داخل الصور لكي يمكنكم إزالة الدائرة التي تظهر تحت اللاعب أثناء لعب المباراة كما ترون، والصور بالترتيب، وسوف نشرح لكم هذه الصور بالتفصيل. كما ترون هنا سوف تجدون أيضا صورة توضيحية للمشكلة التي نتحدث عنها الآن في هذا الفيديو. كما ترون هنا الدائرة تظهر، هذه هي المشكلة التي نتحدث عليها الآن في هذا الفيديو، هذه هي الدائرة كما ترون. بعدما تقومون بإزالتها سوف تصبح على هذا الشكل، وسوف تختفي الدائرة تحت اللاعب لكي لا تزعجكم أثناء المباراة. أيضا سوف تجدون هنا الشرح أو الفيديو، والآن سوف نشرح لكم بالصور طريقة إزالة الدائرة من تحت اللاعب. فقط تقومون باتباع نفس الخطوات الموجودة داخل الصور، وهذه الصور كما رأيتم توجد أيضا في التدوينة. كما ترون الخطوة الأولى عندما تقومون بالدخول إلى المباراة، تقومون بالضغط على زر ستارت وسوف تظهر معكم هذه النافذة. تقومون بالذهاب إلى هذا الخيار Select Side كما ترون، ثم تظهر معكم هذه النافذة، تقومون بالضغط على الإعدادات الخاصة بيد التحكم هنا، ثم يوجهكم لهذه الصفحة كما ترون. تقومون أيضا بالذهاب إلى أتاك هنا، ثم إلى هذا الخيار Detail Setting، ثم تقومون بالذهاب إلى الأسفل هنا، ثم تقومون باختيار Off هنا في هذا الخيار Direction Grid، هذا الخيار تقومون بالضغط على Off سوف تجدونه مفعل On، تقومون باختيار Off لكي تقومون بإزالة الدائرة من تحت اللاعب. ولكن إذا أردتم إعادة الدائرة تحت اللاعب تقومون بالضغط على On هنا، وإذا أردتم إزالة الدائرة تقومون باختيار Off كما ترون، ثم تقومون بالعودة إلى المباراة وسوف تجدون الدائرة قد اختفت من تحت اللاعب، وهكذا يمكنكم اللعب بدون أي مشاكل، لأن هذه الدائرة كما ترون في الصورة قد تزعج الكثير من عشاق هذه اللعبة، ولهذا بعد حذف الدائرة لن تزعجكم هذه الدائرة ولن تظهر معكم مرة أخرى، فقط
عبر الإعدادات الخاصة بيد التحكم كما رأيتم من قبل أو إعدادات المباراة، ولكن أيضا يمكنكم إعادة الدائرة إذا أردتم، فقد تقمن باختيار أون كما ذكرت من قبل. وكان هذا هو شرحنا اليوم فقط لطريقة إزالة الدائرة من تحت اللاعبين في لعبة إي فوتبول بيس 2022. وهكذا قد انهينا الشرح. ولما لديه تعليق أو استفسار ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وسوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله.